متواجد الآن داخل مركز المهارات الفنية في مستشفى الملك فهد العام، والذي يعمل على تدريب الإنعاش القلبي الرئوي. تستقبلنا راما الزهراني، وهي أصغر منعشة قلبية، والتي عملت على تدريب الأطفال ليكونوا في بيئة سليمة وتدريبهم على الإنعاش القلبي الرئوي. نشاهد سويا. بشغف ومحبة ودعم من والدها الذي يعمل ممارسا صحيا في المستشفى، تكونت قصة راما كأصغر منعشة قلبية في عمر 9 سنوات. أنا راما عبد المجيد الزهراني، أنا أصغر مدربة إنعاش القلب الرئوي في المملكة. أنا دخلت هذا المجال لأني أحبه، ولأنه فيه خير كثير وأجر عظيم، ولأنه بابا كمان حمسني فيه. الفترة اللي راحت كنت أدرب في المجمعات التجارية والأماكن العامة، ودربت أكثر من طفل على إنعاش القلب الرئوي. الصورة وطبيعة الطفولة كانت مصدر جذب للأطفال الآخرين في عملية التدريب والتطوع، وكانت نتائجها تدريب أكثر من 120 طفلا للإنعاش القلبي. أثبتت الدراسات أنه 70% من الحالات أو من الأشخاص ما عندهم علم برقم الإسعافات الأولية أو رقم الإسعاف، فإحنا عندنا مبادرة هو نشر ثقافة الإسعافات الأولية وإنعاش القلب الرئوي بين فئات المجتمع. بالنسبة للأطفال إحنا حرصنا أنه نعطيهم دورات بطريقة محببة وبطريقة فيها نوع من المرح، وحرصنا على أنه الطفل يكون عارف أنه متى هذا الشخص مصاب أو عنده مشكلة سواء قريب أو أيا كان، ومتى يتصل على الإسعاف وكم رقم الإسعاف. وفي ظل جائحة كورونا كان من الضروري التوعية بأهم الأمراض القلبية والتي تحتاج لرعاية ومعرفة بالوسائل الأولية، ومنها الإنعاش القلبي الرئوي. رسالة الأطفال هي أنهم يتعلمون بعض الخطوات البسيطة وسهلة الحفظ عليهم كرقم الإسعاف ودقات يعني الإنعاش ونفس اصطناعي. للإخبارية عبدالله الخرجي، جدًا.